دلوقتي معانا على التليفون الأستاذ ماهر فرغلي الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بكل خير يا رب. يعني بنتحدث عن 30 يونيو و10 سنين على 30 يونيو، وكيف يعني أثرت هذه الثورة على إظهار الوجه الحقيقي للجماعات الإرهابية أمام الشعب المصري، ويعني الجموع اللي شافوها في الشارع بالملايين، هل هم كانوا فعلا يعني مستعدين لمواجهة ده بالعنف؟ وعليه كان في دخول لعناصر إرهابية خلال سنة الحكم دي، ويعني من بعد 2011 وفي حالة من الانفلات الأمني. طبعا بكل تأكيد هم كانوا مستعدين للحظة العنف، وكان في مكالمة مسجلة لجهاد الحداد اللي هو كان المتحدث الرسمي باسم تنظيم الإخوان، وتحدث فيها عن تحركات الجماعة في مرحلة ما بعد فض اعتصام رابعة، وعن الأموال وعن كيفية استغلال التصوير والكاميرات في الترويج والكلام ده كله. وبعدين بعدها مباشرة هنلاحظ ان هو بعد عزل مرسي مباشرة، وده وفق تقارير حقوقية مش مصرية كمان، ان هو حصلت حادثة عنف في مصر كل 10 دقايق، وسقط في الست شهور الاولى 279 قتيل و2441 جريح. يعني وقدرت في العام الاول بعد عزل مرسي وعزل الجماعه عن الحكم، قدرت الخسائر بحوالي نص مليار جنيه في السنه الاولى بس بسبب عمليات العنف اللي هي استهدفت طبعا الكنائس، اقسام الشرطه، هيئات الحكم المحلي، استهدفت اشخاص بعينهم، قضاء مثلا. يعني استاذ ماهر، حضرتك هنا بتتحدث عن مخطط للعنف وليست عمليات يعني عشوائيه يعني تقابل ما حدث في ثوره 30 يونيو، ويعني تعبير الناس عن ارادتهم في اسقاط حكم المرشد، ده مخطط عنف مسبق. طبعا مخطط عنف، سياسه حرق. يعني هي اللي سياسه الحرق دي اساس لعمليات إرهابية منظمة، ودي كانت جماعة مرتبة لها في 22 محافظة مصرية. وهتلاحظي أن حوادث العنف بسبب التدخل الأمني وتدخل الأمن للمواجهة، وتدخل الأهالي بالمناسبة كمان الشعب، أن هو بدل ما تبقى في 22 محافظة وفق الخطة اللي هي عملتها الإخوان أصبحت في 11 محافظة بس، وانتهجت الجماعة وفق هذه الخطة اسلوب اولا بيعتمد على ضربات متتاليه سريعه، ونفذت في ال 16 ساعه الاولى من عزل الجماعه والبيان اللي هو تم اللي قاله الرئيس السيسي ساعتها بحضور شيخ الازهر وبحضور القوى السياسيه، نفذوا في ال 16 ساعه اللي تالي هذا البيان 104 حوادث عنف وارهاب، يعني طالت كنايس وطالت 31 قسم شرطه واربع مباني امنيه. وبعد كده هنشوف بقى يعني العنف اللي هو المنظم قوي بقى، اللي هو بيستهدف الكنايس، يستهدف مديرات الامن، بيستهدف قطع الطرق، وهنشوف جماعات هتطلع بقى في الساحه بقى، يعني هنشوف جماعات كتيرة جدا هتطلع هتشارك، مش عارف منتظرون، جماعة طلاب الشريعة، الجماعات اللي هي طلعت تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية القاعدة، وهذه التنظيمات كلها اللي طلعت هتمارس العنف المنظم اللي هو اللي على الأرض بقى. صحيح. يعني اغتيالات، محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وغيرها من عمليات العنف. تهديد القضاء ده كنا بنشوفه يعني على طول، وكانوا بيضطروا لتغيير منازلهم، ويعني على وجه التحديد كانوا بيستهدفوا كمان القضاء. يعني بنتكلم عن مسألة الأخوانة وتغيير سن المعاش في القضاء، ويعني في كل مجالات الدولة الحقيقة كانت يعني قصة الأخوانة دي. لكن أنا عايز أرجع مع حضرتك لتفكير الجماعة في مشهد المصريين بالملايين في كل الميادين في كل المحافظات، وهل هم كانوا مستوعبين أن الشعب المصري بكل طوائفه، حتى يعني حزب الكنبة زي ما بنسميهم، رفضهم ونازل لأنه شايف أنه بلده بتتسرق منه، وأنه مش دي مصر اللي احنا نعرفها، مش ده المجتمع المصري بتركيبته اللي احنا متعودين عليها على مر التاريخ.
الناس نزلت وتحركت لانه حست انه بلدها بتتسرق منها، حتى بالمعنى العادي اللي مش فاهم سياسه واللي مش قادر يشوف خطوره الموقف الاقليمي والدولي ساعتها، لكن كمان كان شايف انه بلده مش هي. احنا كنا بنمشي في الشوارع حاسين انه دي مش بلدنا اللي احنا عارفينها. اقول لحضرتك ان هو في ازمه اصلا في تنظيم الاخوان كبيره جدا، وفي كل تنظيمات الاسلام السياسي وفي القلب منها الاخوان. هم مش قله الوعي السياسي مهمه يعني، دي كبيره جدا في قطاعات هذه التنظيمات ب 99% منهم. وتاني حاجه الدكتاتوريه الكبيره اللي هي موجوده جوه هذه التنظيمات، وتفضيلهم السياسه عن الدعوه وعدم الفصل بين الدين والسياسي. كل هذه الاشياء مجتمعه لما هتشوف فيها اللي هي بتديهم عمى سياسي، عمى في الرؤيه الاستراتيجيه. ولذلك هم هذا العمى خلاهم يعني انصدموا اكتر في الشعب المصري، ما كانوش مدركين طبيعه الشعب المصري. انصدموا اكتر في خروج الناس، ما كانوش متوقعين ان هم هيتركوا السلطه مطلقا الا بعد 500 سنه. تصوروا ان التهديد والارهاب، تهديد بالعنف، ان انا هرجع دوره العنف بتاعت التسعينات واستعين بعاصم عبد الماجد واستعين مش عارف بحرس ثوري واستعين بتنظيم مش عارف سواعد مصر واجناد مصر وبيت المقدس وكتاب الفرقان ومش كتاب الفرقان وغيره، ان ده هيهدد جيش بحجم مصر ويهدد امن بحجم الداخليه المصريه. لها خبرات كبيره في مواجهه هذه التنظيمات. ده ان هو هي يعني العمل الاستراتيجي والسياسي عندهم خلاهم متصورين ده هيخوف الجيش والشرطه، وان احنا ممكن بهذا التهديد نعود للسلطه تاني غصبا عن عين كل هذه الجموع. وخلتهم كمان يعني هذا العمى خلى القيادات يستطيعوا بسهوله جدا يقودوا هذه الجموع من هذه التيارات ويضحكوا عليهم ويقولوا لهم ما فيش حد طلع في الشوارع واحنا هنرجع ومرسي راجع والحلم. ودخلوا كمان في حاجات يعني الاحلام والرؤى وان هم شافوا الرسول ومش عارف مرسي راجع والكلام ده. ده عمل استراتيجي كبير جدا. هذه الجماعه هي في شيخوخه تصارع الزمن، يعني هي عدت عليها 80 سنه ما عملتش مراجعات لا في افكارها ولا في استراتيجياتها ولا سياستها، ولا كل هذه التنظيمات بالمناسبه عملت ده. ف الا مراجعات محدوده تمت في اواخر التسعينات. ففي النهايه ده كله عمل ازمات كتيره جدا بينيه داخل هذه التنظيمات ادت الى ما ادى ليه. ادت ان هم ما كانش عندهم مشروع سياسي اصلا لاداره هذه الدوله، وفشلوا في التحول من تنظيم الى اداره دوله. فهو كان بيدير الدوله بعقليه اداره التنظيم واداره الجماعه. يعني مكتب الارشاد هو اللي كان يدير، والجماعه موجوده زي ما هي. فحصلت ازمات في الاقتصاد وازمات في السياسه الخارجيه وفي العلاقات الدوليه وازمات في الاقليم تسببوا فيها، وحتى في ما كانش عندهم لا مشروع، وطلع مشروع النهضه اللي هم قالوا عليه ده في الجوش باعترافاتهم بالمناسبه، قالوا ما كانش عندنا حاجه اسمها لا نهضه ولا كلام. فاذا هذا العمل الاستراتيجي هو السبب في انهم كانوا شايفين الرؤيه مقلوبه وشافوها اللي ورا. ولذلك هم وكان في حاله من التعالي على المصريين، يعني انه مش هيقدروا يعملوا حاجه. بص يا فندم، هو في فرق كبير جدا يعني لما تيجي في الاحكام الفقهيه والسياسيه، لو ما كانش عندك وعي كبير جدا في التوفيق والتوافقيه ما بين الاحكام الفقهيه والسياسيه هيحصل شرذ كده ويحصل خلل كبير جدا. هذه التنظيمات عندها هذه الازمه الكبيره جدا. وبناء عليه هو 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 في الايام الاولى ليه من عزلهم من الحكم والسلطه وما قبل كمان، هتشوف ان هم كان عندهم ازمات كبيره جدا جدا في تصريحاتهم، في التشكيلات اللي هم عملوها، في حصارهم لمدينه الانتاج الاعلامي، في صدامهم عند الاتحاديه، في صدامهم في اسكندريه وبورسعيد، في محاوله تشكيلهم لحرس ثوري، واخد بالك، في محاوله ان هم يفرجوا عن الناس من السجون اللي واخده احكام. بعد كده هنشوف الصدمات مع كل فئات المجتمع، يعني مع القضاء، مع الشرطه، مع الشعب، محاولات الاخوان ومحاولات ان هو يتوغل في كل قطاعات الدوله وبسرعه،
يعني يقضم اكثر مما يهضم. فهو فكله ده عامل الخلل، وفي ذات الوقت هو بيرفع شعار ديني. يعني فالناس مع يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الناس بتشعر على طول، انت لما ترفع شعار ديني وانت مش بتطبقه على الارض بشكل حرفي زي ما انت بتقول، الناس بتدرك ان انت في فرق بينك وبين الاحكام الدينيه على طول، وان انت غير مؤهل للقياده. هو لو اشتغل كحزب سياسي ورفع وعمل مشروع سياسي لاداره الدوله، اداره الرعيه، وانه يحل ازاي يحل المشاكل الاقتصاديه والسياسيه، اعتقد كان ممكن الناس يمكن ما كانش تطلع بهذه الاعداد. لكن هو لما دخل ده بالدين، هم بقى لهم 80 سنه بيشتغلوا سياسه، فالناس قالت ساعه الثوره ياخدوا فرصه، والناس كانت رافضه نظام مبارك وكانوا هم اللي جاهزين قدامهم. ورأيه ان الناس مش بتطبق هذه الاقوال، وليه انه ما عندهمش مشروع، مش بس كده والارهاب. يعني هو المساله ما هياش سياسه، ما كانتش لعبه سياسه زي ما كانت الناس فاهمه، وانه الاخوان دول فصيل سياسي، هو فصيل ارهابي. والمصريين والعالم اجمع شاف ده بعد يعني سنه حكمهم. طبعا يا فندم، يعني شوفي كم جماعه ظهرت اعلاميا، بالمناسبه ظهرت اعلاميا في ايام حكم مرسي نفسه. صحيح. هنشوف طلاب الشريعه حازمون، احرار حازمون، وايت نايت حازمون، لن نقهر باذن الله، انصار الاسلام، انصار الشريعه، بيت المقدس، جند الله، جند الاسلام، حسب لواء الثوره، اجناد مصر، مش عارف مجموعه الحمل، عملوا حملات كمان، يعني عملوا حملات قصاص حياه، مش عارف العقاب الثوري. يعني بص كله ده الشعب المصري شافه. صحيح. وشاف تصريحات الناس دي اعلاميا وعلى الهواء مباشره، لحد رئيس الجمهوريه اللي بيتحدث عن سلامه الخاطفين والمخطوفين. وطبعا وهنشوف الانكى، مش مذبحه رفع الاولى للجنود، ولا رفع الثانيه، ولا قسم الشيخ زويد، ولا محاوله السيطره على مدينه الشيخ زويد، ولا كل ده. لكن هنشوف ما هو انكى من ده كله، اللي هو رؤيه الجماعه للعنف. يعني رؤيه الجماعه في العنف حتى في اعلامها، وهي بتشوف هذه الحوادث للجنود على الارض. ما بتقولش ده ارهاب، ما بتستنكرش، بل بالعكس بتهاجم الجيش وتهاجم الشرطه اللي هي متضرره من ده. فيعني انت بتتكلمي على جماعه هي وقفت في المربع بتاع الخيانه، يعني وقفت في المربع بتاع الخيانه ومربع مع الارهابيين، وحصل توافق كبير جدا مع كل هذه المجموعات اللي هي هاجمت كل فئات الشعب. وده شفناه في مسجد الرضا في سيناء لما هاجموا الناس اللي هي المصلين، يعني المصلين بيصلوا وذبحوهم بدم بارد. وفي كرداسه شفنا ده، في كرداسه مع الاهالي ومع الجنود، مشاهد صعب ننساها. يعني رغم انه تاريخنا كبير، وتاريخ الجماعات دي على وجه التحديد لكل قارئ فيه يعي تماما خطورة الجماعة الإرهابية، لكن الحقيقة المشاهد اللي لسه من 10 سنين دي الناس ما بتنساهاش، ولأنه كانت مشاهد قاسية وصعبة وعشناها، وكان كل المصريين حتى اللي مالوش في السياسة في الوقت ده كان بيتابع. والتغيير نظام الحكم والمسألة دي خلت الناس تشوف أكتر المشهد السياسي كان عامل إزاي. فكل اللي بيحصل من مشاهد دمويه فضلت في دماغنا اكيد مرتبطه بهذه الجماعه الارهابيه. هو ده اللي خلى الناس تتحرك، لانه ده جديد علينا ومختلف على المجتمع اللي احنا فيه. لما يكون في حديث عنصري طول الوقت عن الاقباط، المشكله يا فندم دلوقتي في الجيل الجديد. يعني احنا عاصرنا وشفنا ما حدث من 10 اعوام، شفنا الكلام ده كله، لكن في جيل كان مراهق ما شافش، ما كانش يدرك ما يجري حوله في الدوله. وهو كبر دلوقتي ممكن يضلل بالتضليل الاعلامي والدعائي وعلى مواقع التواصل الالكترونيه الجماعه. ولذلك ده دورنا ان احنا نفهمه ونوعيه ونقول له لا، خلي بالك ما جرى وما حدث، خلي بالك من هذه المجموعات ومن هذه التنظيمات ومن هذه الافكار المختله، لانك انت هتقع في ازمه كبيره جدا. ومحاوله انهم طول الوقت بيحاولوا يعني يحبطوا الشباب، يشككوهم في اي حاجه نجاحات بتتحقق جوه مصر او بره مصر من قبل الدوله المصريه، ده برضو يعني جزء جديد من الارهاب. يعني يمكن ما بقيناش بنشوف المشاهد الدمويه اللي بقينا بنشوفها قبل كده، الحمد لله على نعمه الامن والاستقرار، لكن هم بيحاربوا بطريقه ثانيه.
احنا ما احنا شفنا ده، وانا وفي برنامج حضرتك وعلى نفس القناه انا طلعت وعرضت ده قبل كده، اللي هي الخطه بتاعتهم اللي هم عملوها بعد عزلهم من السلطه، واللي هم ذكروا فيها بالنص كلمه الانهاك والنقاط المؤلمه. النقاط المؤلمه يعني النقاط المؤلمه للدوله، ازاي ان انا اقلم الدوله في مصر، ازاي اقلم هذه الدوله بشعبها في مصر، اقلمها بانهاك الاقتصاد، اقلمها عن طريق الاعلام، اقلمها عن طريق اي شيء بالاشاعات، اقلمها باي شيء. وحضرتك زمان كنت بتتكلم عن الشباب صحيح ودول عصب الدوله، هو ليه اعمل كده؟ لان عشان خاطر زي ما قال حمزه زوبع، يعني لما لخص الموقف بكامله وقال على احدى القنوات بتاعتهم لما سالوه ليه انتوا كنتوا بتقولوا ان الرئيس هيعود بكره اللي هو مرسي، يعني قال لي ان كان في ضغط كبير جدا وكان لازم ان احنا نعمل ده عشان نضغط ونتفاوض مع السياسيين. يعني هي كل اللي بيعملوه ده عشان انت تيجي تتفاوض معاهم وتقول له ارجع للواجهه مره اخرى وارجع انا اقلمك لغايه ما ترجعني، لكن طول ما انت مش بتحكم كده فانا هستمر في نفس السياسه. ولذلك هم عملوا منظمات بره حقوقيه وتمولوا وعملوا مشاريع اقتصاديه وعملوا اشياء من هذا القبيل، مجموعات لمهاجمه الدوله المصريه، وعملوا اعلام بديل وعملوا اعلام على السوشيال ومجموعات وجيش الكتروني على السوشيال ميديا وفيديوهات وبرامج قصيره طوال الوقت مكرسه لشيء واحد بس، ازاي انهك هذه الدوله بس. يعني موقف عماله فظيع جدا، ما بشوفش اي شيء ايجابي. يعني هو ما بيشوفش اي شيء ايجابي، ما بيشوفش مباني، ما بيشوفش معمار، ما بيشوفش تحديث للجيش، ما بيشوفش مواني جديده، ما بيشوفش تطوير للاقتصاد، ما بيشوفش اي شيء. بيشوفش صحه، ما بيشوفش مبادره حياه أي كريمه. اي شيء. واستاذ ماهر هم بيستهدفوا على وجه التحديد الجيل الجديد اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه اللي ما عاصرش وما شافش، لكن احنا موجودين علشان نوعي الجيل ده. برايك ايه الطرق اللي ممكن الجيل ده يعي ويفهم خطوره هذه الجماعات وما ينساش ده؟ هو في محاولات طبعا حصلت وجاده وايجابيه، يعني لما بنشوف مثلا الدراما يعني في اخر سنتين او اخر ثلاث سنوات، ازاي ان هو حجم الدراما اللي هي تناولت مثل هذه الاعمال ومثل هذا التاريخ وارخت لهذا التاريخ مهمه زي الاختيار مثلا، فدي جزء مهم جدا. هنشوف ده في الادب وفي وزاره الثقافه، لكن هي الجهود لازم يعني تضخم بشكل اكبر، نشتغل بشكل اكبر، لكن احنا على جميع المستويات لازم نشتغل في استراتيجيه واضحه على المستوى وزاره التربيه والتعليم والثقافه والاعلام وكل كل كل المجالات عشان نوعي الاجيال الجديده بحجم الخطوره اللي هي بتواجههم وبتواجه الامه كلها، مش مصر بس بالمناسبه، ودينا شايفين العالم حوالينا حوالينا في كل حته. صحيح. يعني في السودان وفي ليبيا وفي سوريا وفي الصومال وغيره، ماذا يجري في دول الساحل في افريقيا؟ لازم الناس تفهم ماذا يجري بالضبط. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ماهر فرغلي الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الارهابيه.